مرة من جديد بنرجع ننتقل لعند شيف فيصل حتى نشوف الألموند جرانولا وين صارت، كانت بالفرن. عن جديد صباح الخير، ورح نشوف هلا الجرانولا تشيلها من الفرن، نشوف كيف طلعت طبقها، واكيد حضروا ورقه وقلم منشان تسجلوا الريسبي. لكن عنا الجرانولا، ليك ما اجملها، ريحتها بتشهي، اكيد عبت الاستوديو، تحمص اللوز فيها، نشفه. عنا هلا هالمرحله اللي بدنا نخلط فيها الفواكه مجففه، حطينا كل الفواكه المجففه، رح نخلطهم كلهم مع بعضهم، وبهالوقت اكيد فيكم تشوفوا الريسبي، رح نحطها على الشاشه، سجلوها وتسجلوا الخطوات اللي عملناها فيها. صارت عندنا جاهزه الهوم ميد جرانولا مع النتس مع الفواكه. الرسبي لكان على الشاشه مثل ما شايفين، ثلاث اكواب من الشوفان، كوب من اللوز المقشور، سمسم ربع كوب، وزبده نباتيه او زيت نباتي ثلاث ملاعق صغار، عسل ست ملاعق صغار، هاي المطحون واحد ملعقه صغيره، مشمش مجفف نص كوب، نجاس مجفف نص كوب. مثل ما قلت لكم انا اخترت فواكه مجففه، حطيت كوب واحد من الفواكه المجففه المخلوطه اللي تشوفوها قدامكم هون على الشاشه. لكن هاي الجرانولا جاهزه، لحالكم كيف بتحضروها، فيكم تحضروها قبل بالنهار او قبل بساعتين من الترويقه مع حليب وكريم ولبن. هو بصير اختياري قد ايه الكميات بدكم تحطوها، وفيكم اكيد تحضروها مع اللبن. فينا نعملها مثل الترايفل، حضرناها بحلقات سابقه. هلا رح نخلط من الجرانولا، عندي جرانولا حضرها قبل بوقت، رح استعملها مع عندي 250 جرام من اللبن. اللبن على اكيد على فواكه على فريز، رح اخلطهم. ورح استعمل كمان شوي زياده من مشان الفواكه تبين فيهم، بس اكيد رح تكونوا محضرينه قبل بوقت وحاطينهم بمرطبان ضغط، ريحتهم بتشهي، منظرهم كتير حلو واكيد مغذي صحي. رح اسكبهم بالكبايه، اكيد بس نقعهم قبل بوقت ببطلوا كريسبي. فينا نحضرهم نعملهم طبقات مثل ما عملتهم المره الماضيه، اللي هي طبقه من الجرانولا، طبقه من اللبن، واكيد طبقه منكرر العمليه، جرانولا لبن جرانولا لبن تا نخلص. هيدي الجرانولا رح نحاول نعمل لها ديكور على وجهها، حبه مشمش مجفف، حبة لوز على الوجه، فينا نحط لها لوز على جنابها، فينا نحط لها رشة سمسم بس منشان ما نعجق، خوخ من قصة اثنين، كمان خوخ مجفف، نعطيها ألوان من الموجود فيها، و هيك بكون طبقنا جاهز. نكرر انه في كذا وصفه للجرانولا، بس هاي الوصفه سهله وسريعه، وبنصحكم تستعملوا بدل الزيت النباتي زيت السمسم، تطلع اطيب. لكن صحتين غدا، ميرسي لك. نحن اكيد كمان رح نرجع نلتقى فيك، انما هلا رح نكون مع تي في شوبينج حتى نشوف ندى شو محضره لنا اليوم. بونجور، كيفك؟ أنا منيحة تمام. هيك هالألوان الحلوة بتفكري إنه واحد عم ننسق مع الديكور.
ما بتحسي انه زكاكيه انا بدك تتبعي حالك، يعني عندنا اشياء ادوات حاده وخطره. اليوم بدي احيي اكيد كل المشاهدين، ومعنا نودو نايفز قطعوا معنا من قبل، حنرجع نذكركم فيهم، وكمان معنا الالترا فاك اللي رح نحكي كمان عنها اكثر ونعرفكم عليها، قطعت معنا من قبل. اكيد نحن بنضلنا نذكر المشاهدين بكل البرودكتس اللي معنا، ما فيكم تحصلوا عليهم الا من عبر عالم الصباح، الارقام اللي بتقطع على الشاشه، وايضا عبر الويب سايت الموجود فيكم تعملوا شوبينج اونلاين عبره، او تتصلوا على الارقام، لانه اغراضنا مش موجودين بالاسواق ولا بالماركت العاديه. اوكي؟ انت ست بيت غاده عزيزتي. بامتياز يقال. بتحبي بكل تواضع ما فيك، بدك تعملي اي طبخه، بدك تقطعي وتقصي وانت ولوح التقطيع تكونوا اصدقاء. بتحبي يعني، واهم شيء بهذه العمليه شو؟ انه السكينه تكون بتلبي. بتلبي مظبوط، لانه سات السكاكين هو اساسي بالمطبخ، اذا سات السكاكين عندك تعبان مظبوط. انت يعني اوقات في سكينه ما بعرف هيك بتحسيها انه هيدي هي، يعني اذا انكسرت او ضاعت صديقتك الدائمه بتقول صديقتك الدائمه ايه، اذا انكسرت او ضاعت او هيك بتحسي انه كل هوليك سكاكين هيدي السكينه المقدسه بالمطبخ، صح؟ بكل بيت موجوده اكيد. اليوم رح يكون عندك 7 سكاكين مقدسه مش وحده بس، ما حتقدر تستغني عنهم. عم نحكي عن النودو نايفز، هل السكاكين اليابانية، 7 سكاكين، عبارة عن 7 سكاكين متعددي الاستعمالات، كل وحدة لا استعمال معين. رح أبدأ نخبركم عن ميزة النودو نايفز، أوكي؟ يلا شو بدك نشيلهم كلهم؟ بدنا نشيلهم، نعرف كل على كل وحدة شو هي. هلا هن مصنوعين من الكاربون ستانلس ستيل الياباني، اللي ما بيصدي، ما بيفقد حديته مع الوقت قد ما قطع وقت ما بيفقد حديته، هذا الحلو. نحن دائما بنحاول انه بنحاول نسن السكينه كل فتره. ايه في المسن بيبقى دائما كان في حدا بيسن سكينه خصوصي، صح؟ بنروح بنسن عنده سكاكين ما بعرف، بس هيك في وحده صغيره هيك بالبيت، انا بتذكر يعني عند بيت اهلي مزبوط بتعمل سكينه البرايه هيك. ايه صح. هون ما رح نعوزها بقى ابدا، لانه نوع هالشفرات اللي عم نستعملهم بالنودو نايفز بيبقوا حادين، تخيلي عمرهم كثير طويل، ما بنضطر كل فتره نروح نسن السكينه. بالتالي كمان المميز فيهم انه كثير عمليين، وقصتهم معموله بشكل انه نقدر نقطع، هلا رح نقطع كذا شغله، نقطع بشكل سريع وسهل وعملي. بنفس الوقت هن كثير حادين، يعني كمان انه ننتبه بس لانه موديلهم مظبوط. اوكي 7 سكين. هيدي السكينه بتعرفي اذا عندك شيء بقلبه لحمه سميكه دجاج مع عظم، يعني للمهمات الصعبه. اضافه للسكينه الثانيه هيدي سكينه الشيف، يعني هيدي استعمال يومي للبندوره، للخيار، لوات ايفر، شو ما بدكم. مظبوط للشيف فيصل. عم بيقول مظبوط شيف فيصل. هيدي فيها فجوات خاصة لا تقدر تسهل التقطيع اليومي لأي طبخة أكل بدكم تعملوه، وبالتالي وجود هذه الفجوات بتخلي القطعة تزحط عن التانية، يعني يصير سهل التقطيع، ما شيء لزقوا ببعضهم، هذه بتمنع عملية الالتصاق. عندك هذه السكينة خصوصي موجود، معمولة للخبز مثل الباجيت والفرنجي شوي وغير. من تحت مزبوط، هذه متعرف عليها سكينة الخبز. الحلو أنه في سكينة خاصة تانية للخبز، بتعرفي الساندويشات اللي بنعملهم بيكون فيهم هيك مليانين، بدل ما بنقصها بسكينه عاده بتصير الساندويش يعني بتصير كلياتها. فهيدي السكينه لا، بنقصها وبتضل مثل ما هي. ما هلا حنشوف فيديو بعد شوي بفرجينا هيدي الساندويش اللي بقيت مثل ما هي. شفنا الفيديو بالاحرى، الاكزامبلز قطعوا معنا. هيدي السكينه لليمون، للتقطيع، تقشير الليمون، وهيدي سكينة الاستعمالات اليومية، وهيدي السكينة خصوصي للجبنة، لتقطيع الجبنة. بذكر انه النودو نايفز موجودين بسعر 64 دولار، واصلين لعندكم على البيت بدون اي تكلفة اضافية عبر الارقام اللي عم تقطع على الشاشة. بدي قبل ما اختم على النودو نايفز ننتقل، شو هيدا؟ رح احكي شوي عن القالب اللي بتحصلوا عليه مع النودو نايفز، اوكي؟ رح اوقف شوي عشان بدنا نرجع معنا هذا القالب، بنقدر نشك فيه السكاكين غدا مثل ما بدنا، نحن معودين على القوالب الخشب بتكون كل وحده مظبوط. هيدي كيف ما حطيتي السكينه بتنشك فيه، بيتنظف، بيتغسل، بضل نضيف، يعني ما بتتراكم فيه الجراثيم لانه فينا ننظفه ونغسله. مع مصنوع من النودلز او الفايبرز، وبنقدر نشك فيه السكينه بهذا الشكل السهل
انت وبرميل عندك. مشان هيك انا عم بقول هلا انا اذا كانت عم تشيلهم طلعت تشكن سريعه قلت فظيعه شفتي عم تعرف مضبوط. كل سكينه وين محلها هيك ما بتضطري تطلعي وتحطيه بالخانه المخصصه يعني مضبوط. اوكي هدول النودو نايفز بلشي انت قطعي اذا بدك هيدا شو بعطيكي وحده بندوره اوكي او بعطيكي خياره شو افضل شيء للبندوره؟ المفروض هيدي لا هيدي للتقشير للتقشير بس؟ تسلي يلا هاي. شو؟ ما هي على الشكل كمان شو بدنا نقشر عم بيسالك شو فيصل بدنا نقشر بدك تقشر شيء شف فيصل؟ يلا حضر قبل تاعتي اعطيني بهي حاعطيه بدك انت تاخذ السكين او هي. او نحن ناخذ التفاحه شو الافضل؟ هلا بتاخذوا التفاحه مع الابل تارت يلا معنا مشكلة رح انتقل احكي عن اليو في الترا فاك انا وعم بقطع انت عم تقطع يلا مش بس حبي كيف نقطع مثل ما بدنا نقشرها قلوب شو بوايرات عم بدك تقشري مصره اوكي ما عندي مشكله ما بدي اشوف اذا بدنا نحكي شوي على البرودكت الثاني اللي معنا وهو اليو في الترا فاك بتعرفي قديش مهم غدا اهتمام بالنظافه يعني نظافتنا الشخصيه كثير مهمه الهايجين اليوميه اضافه لنظافه تخوتنا والاماكن اللي بننام فيها بتعرفي بنقضي نحن وقت كثير كبير من عمرنا نايمين مزبوط فقديش بنهتم بنظافه الفرشه والشراشف واللحف وما الى ذلك فبالتالي نحن في كثير ناس بيقوموا من النوم عم بيعانوا من انواع معينه من الحساسيه، انواع من الامراض، امراض بتكوني عم بتعطسي، امراض عندك تعب مزمن بتحسيه يوميا ما بتعرفي شو سببه. اليوم احدى الاسباب اللي ما كثير بتعرفوا انه ممكن يكون هذا يعني هذا سبب المرض اللي بتعانوا منه او هالتعب هو وجود الجراثيم والبكتيريا الموجوده بقلب تختكم وفرشتكم قديش بتكون نظيفه الفرشه وقديش بتكون الريحه حلوه كل شيء مغسول الا انه نحن عم نتشارك بتختنا هذا الشيء اللي ما بتعرفوه مع 200 مليون نوع من الجراثيم والبكتيريا مثل السالمونيلا والايكولي وغيرها من هالجراثيم من هيك صارت اليوم موجوده ما هيك انه ما بقى بدك تنامي بتختك اوكي هيدا بلكي بنحط شيء خيمه تحت الشجره مش بس للتخوت هيدا شيء خاصه كمان بال يعني بالفرشات بالكنبيات بال سجادات كله موجود بتعرفي انتو هيدي البيئه المناسبه والبرفكت ليعيش فيها كل انواع البكتيريا والجراثيم اليوم اليو في الترا فاك هي الطريقه الثوريه الجديده اللي رح تقدر تقضي على 99% من الجراثيم الموجوده بفرشتكم وبتختكم وبالاماكن اللي بتضلكم تقضوا وقت كثير فيها وبدكم اياها تكون نظيفه وما تاثر على صحتكم نحن الجراثيم اللي يعني بننام بتختنا الجراثيم بتتغذى من جلدنا الميت غاده فمن هيك بتصير تتكاثر ايه ما بقى حتنام غاده حتنام على الواقف عن جد فبالتالي بالتالي نحن ما بنعرف قد ايه هذا الشيء ممكن يكون مأذي لنا لولادنا الصغار كمان للباتس امرار للحيوانات الموجوده اذا عندنا حيوانات اليفه بالبيت. اليوم ب 140 دولار بتقدروا تتخلصوا من هالمشاكل مع اليو في الترا فاك اللي بتشتغل على اشعه اليو في رح ناخذها من هون هلا نحن لما ندورها ما بنقدر نشوف الضوء الا اذا هي طابه على وجهها فما حقدر اشرح لكم شوي انه هيدي اللمبه النيون هي عباره بتطلق اشعه اليو في اللي بتقضي بالاحرى بتوصل على دي ان اي تبع هالجرثومه الموجوده بفرشتكم او على بشراشفكم وبتقضي على دي ان اي يعني بتضربها بالدي ان اي غاده تيرمينالي ما بطلع عرف نحكي بشكل تيرمينال يعني بشكل كامل نهائي فبالتالي بيموتوا مزبوط وبنفس الوقت في عنا بتعمل عمل الهوفر بتشفط لازم تشفطهم كلهم مزبوط رح دورها شوي لانه اذا ماتوا بقيوا بقلب الفرشه كارثه هلا بالاسبوع مره واحده بتضطروا تعملوا بهالشكل يعني هي عم تعمل عمليه نحن عمليه الهوفر والشفط لكل هالجراثيم اللي نحن ما بنقدر نشوفها بالعين المجرده بنفس الوقت الضوء بيكون عم بيطلع من هون بنشوف اشعه اليو في طالعه من هون بالتالي هي بتكون هيدي طبعا اللي عم تطلقها هيدي اللمبه النيون بنقدر من الفلتر كله بجمع بهيدا الفلتر اللي بنقدر كمان نغسله ونطفه بهيدي الفرشايه، مره بالاسبوع على الاقل لازم نعمل فرشتنا، لازم نعمل الاماكن اللي نحن بنقضي وقت كثير فيها وبنقعد فيها. بنفس الوقت شو الحلو فيها لليو في الترا فاك؟ انه غير انه فينا نستعملها يدويا
على كل شيء، يعني نحن عم نحكي مش بس على الفرش هون، عم نحكي كمان على البلاط لانها بتكون مناسبه للبلاط، مناسبه للسجاد، مناسبه لل يعني تعمليها للارض او للفرشه غاده. شو الحلو كيف بتكبر وبتصير بتكبر؟ انا ماشي صرت حابه ادورها اليوم بهالشكل. نسحب لها التلسكوبيك هاند تبعيتها، بتقدر تصير مثل مهضومة. شفتي بتتحول، كل شيء بيتحول عنا بصير رح وقفيها شوي على الارض، وبالتالي بتتحول لهوفر بنقدر نتحكم فيها، نعمل البلاط او السجاد او وات ايفر شو ما بدكم بالبيت. بتقدر تقطع عليه اليو في الترا فاك. فيني اقطعك ثلاث ثواني؟ يلا. لانه شيف فيصل عم بيقطع التفاحه، فينا عم بيقشر التفاحة. ايه ما بينسنوا، هيدا الحلو مبين انه ما بينسنوا. لا للعمر الطويل ما بينسنوا. اوكي بتتسكر بهذا الشكل يو في الترا فاك، وبترجع صغيره ومهضومه سهله، يعني بنحطها وين ما كان، وبنحصل معها ايضا على هيدي بنقدر نركبها اذا بدك تعملي شفط هوفر مثلا بالاماكن او الزوايا كمان بتقدري تشفطي. يعني كثير حتسهل حياة كثير ناس، ما بقى حنكون مسترسبين. اهم شيء اهم شيء بتعرفي شو الحجم؟ مزبوط، انه بتنحط وين ما كان، وخفيفة الوزن كتير. كمان ليك انه بتقدري تحطيها وين ما بدك. كثير ناس كمان ودراسات انعملت انه بعد ما استعملوا اليو في الترا فاك لاحظوا انه كل انواع الحساسيات اللي كانوا يعانوا منها والامراض اللي كانوا وهالتلاشي اللي كانوا يحسوه قبل لما يفيقوا من النوم زالت اعراضه، وبالتالي عرفوا انه الجراثيم هي السبب والبكتيريا الموجوده. فاليوم اشعه اليو في بتقضي على هالجراثيم، بس اكيد دائما هيدي اماكن معرضه يعيش فيها هالنوع من البكتيريا، فبالتالي مره بالاسبوع بيكون كافي انكم تستعملوا اليو في الترا فاك ببيتكم على كل المطارح اللي بدكم اياها ب 140 دولار بس، وصل لعندكم على البيت عبر الارقام اللي عم تطلع على الشاشه بعالم الصباح، بس ما بتلاقوها ابدا بالاسواق المحليه. تفضلي شو بدك؟ بدي اجرب هاي. بتخوفي بس كيف لقيتي التقطيع؟ عظيم. جربت هاي؟ سهل حلو؟ رح تاخذيهم معك على البيت هلا؟ ايه وشيف فيصل جرب. ليك شوفوا لنا شباب اذا حدا حياخذ شيء معه بس منهم. بدنا ال بدي شو بعد بتحبي اقطع لك بهي؟ هيدا قطع التفاحه. احنا بعد معنا دقيقه. تفاحه. يلا التفاحه. بهي؟ ما جربت بس هيدي عمليه اكثر للتفاحه، هيدي لل بتجيب لك عظمه المره الجايه. ليك حلوه طلعت. بتجنن. شفتي شو سهله؟ شفتي؟ سريعه. كم اصبع بقطع بال شو رايك شيف فيصل؟ كيف لقيت؟ رائع نودو نايس عن جد. حلو. بدكم ست لمطبختهم هون؟ ايه ليلى. كيف التقطيع؟ هلا مش مهم السكاكين، كيف التقطيع؟ ماشي حالك بيطلع اصبعين. ليك بيطلع معهم اصبعين. شفت شو دقيق التقطيع وسريع؟ لكن النودو نايفز حكينا عنهم اليوم، بتقدروا تسهلوا حياتكم بالمطبخ، بتقطعوا بشكل سريع وسهل وامن بنفس الوقت ب 64 دولار واصلين لعندكم على البيت، يو في الترا فاك 140 دولار لتحافظوا على نظافة وسلامة فرشكم و شرشفكم بالبيت. كثير عجبتنا. فاذا هدول اغراضنا غدا لليوم. بلاقيكم امتى؟ نحن شو اليوم السبت؟ انا فاهمه الثلاثة. الثلاثة مضبوط عندنا اشياء جديدة الثلاثة، ما نحكي عنها بريك صغير وبنرجع نتابع.